السلام عليكم. عندي a nice case in the non cancer breast patient, وده on chemotherapy طبعا بتاخد تريتمنت بس, وده بس دي اول study brain تعملها. انا I had been surprised بال findings دي, عايز اعرضها in details. لقيت widespread parenchymal tiny calcific spots زي ما احنا شايفين كده في cerebellar hemispheres, تمام. وطبعا شايف فيه كمان في السيربلر بيدانكلز, الرايت سيربلر بيدانكلز زي ما احنا شايفين, وكمان في الفيرمس, وكمان في البرين ستيم في سبوتس في الميد برين او البونز, في البونز. ولو طلعنا سوبرا تنتوريال كمان في ستيل برضو كالسيفيك سبوتس اسيميتريكال وتايني, ما هياش الباتشز او السيميتريكال باترن اللي بنشوفه في النون طبعا كالسيفيك باتشز اللي بتيجي سيميتريكال كالسيفيك سيريبرال انسلت في مثلا في السودو هايبو باراثايرويدزم او في الفرس ديزيز, يعني الفرس ديزيز او اللي هو الكونجينيتال سيريبرال كالسيفيكيشن, بتبقى طبعا الكلو بتاعك انها بتبقى بايلاترال سيميتريكال, وبعدين بتبقى كالسيفيك باتشز ما هياش دوتي زي دي كده. فانا طبعا عندي حاجتين بفكر, يعني ان انا فيفرينج ده, يا اما ده يكون انفكشن بتاع نيوروسيس كوزز, طبعا اشهر حاجه تعمل الباترن ده الكالسيفيك سبوتس دي الاسيميتريكال الصغيره, اشهر حاجه طبعا نيوروسيس كوزز, وهي دي مش كومن في مصر, وطبعا مش كومن عندنا احنا بالذات, يعني ازرجارد المجتمع الاسلامي بتاعنا, فبس ما هياش قد كده كومن, بس برضو شود بي بوت ان كونسنتريشن طبعا ديفينتلي. بس الحاجه المهمه بقى اللي انا عايز انبه عليها اللي هي ممكن تبقى هي ديسكرايبد في الليتريتشر في العيانين الاورام بالذات الكانسر بريست, موصوف مع الميتاستاتيك كانسر بريست اللي هو اندر كيمو اندر راديو ثيرابي الكالسيفيك برين ميتاستاسيس, زي ما تشوف ان احنا هنشوف الليتريتشر في عارضين في الراديو بيديا. طبعا الاول نشوف النيوروسيستر كوزز بتدي نفس الاول, ادي الديفرنشال بتاعنا النيوروسيستر كوزز بتدي نفس الباترن اوموست, يعني زي الاسيميتريكال وايد سبريدد سمول دوتس زي كده. انا عايز اعرض بس البيبر اللي انا او هي برضه اي ثينك انها في الليتشر, الكالسيفيك متاسس في الكانسر بريست اهي, يعني دي نون كانسر بريست بيشنت, وزي ما احنا شايفين ان فيها سيريبرال متاسس وان تريتمنت شايفين الباترن. بس هي طبعا هنا يعني الباترن مختلف شويه بتاعتنا, فاين دوتس, انما هنا كورس شويه الكالسيفيكيشن بتاعت الكانسر بريست ميتاستاسيس. بس يعني اي ثينك ان انا برضه يعني طالما ان انا عندي نون برايمري لازم تو بي بوت ان كونسيدريشن ان هي زي ما احنا شايفين الكالسيفيك سيربرال ميتاستاسيس تريتد بريست كانسر. دي من الحاجات الريبورتد في الليتريتشر انها يعني من الحاجات اللي شود بي بوت ان كونسيدريشن فور كانسر بيشنت. فهما دولت التو ديفرنشال دايجنوستس اللي انا عندي, اما تكون دي انفكتيف بروسس زي النورسس كوزس مثلا اشهرهم, واما فيرسس ان طالما بيشنت نون كانسر بيشنت وماشي على تريتمنت, فدي ممكن تكون كالبانكتد كالسيفيكيشن نتيجه يعني بوست تريتمنت او كده. فطبعا العيان محتاج بعد كده فول ستادي ايفالويشن بكونتراست ستادي طبعا سي تي او بالام ار اي طبعا هيكون مور انفورماتيف, لان انا لو لقيت حاجات زي يعني على ان مش باين قوي ان انا عندي ماس ليجنز في السي تي, بس طبعا وزود كونتراست ما اقدرش يعني اسوير يعني, فطبعا اتس بيتر طبعا ان العين يعمل فيرذر انفستيجيشن بام ار اي ويز اي في كونتراست, هو ده اللي هيكون مور انفورماتيف بقيت كل طبعا الحاجات السيكونسات اللي احنا بنعملها ام ار سبكتروسكوبي او كده, ان بحيث ان احنا نبي شور ان مفيش اندرلاينج ميتاستاتيك ديزيز, يبقى فاضل معانا بس النيوروسيس كوزس اللي تو بي بوت ان كونسنتريشن. شكرا.